لحضراتكم مره تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في عسل ابيض. ويمكن احنا كامهات او ابهات لما بنيجي نسال ولادنا او هو سؤال دايم، نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ يمكن السؤال ده زي ما قلتوا احنا دايما على طول بنساله لاولادنا، وممكن حد يقول لك ايه انا نفسي اطلع مثلا مهندس وانا ابقى عايزاه دكتور، يبقى العيله كلها دكاتره فابقى مصممه لا انت هتطلع دكتور. طيب هل احنا فكرنا احنا ازاي نعلم ولادنا يكون فعلا عندهم هدف، ومش بس كده لا هم كمان يشتغلوا على نفسهم علشان يحققوا الهدف ده؟ طبعا كتير مننا الحقيقه للاسف ما بيعرفش يعمل ده كويس. طيب احنا النهارده قررنا ان احنا نقدم لحضراتكم كده روشته سريعه هنعرف فيها ازاي نعلم ولادنا ان يكون عندهم هدف وان هم كمان يحققوا طموحهم. كل ده طبعا هنعرفه من ضيوفنا اللي منورينا النهارده في عسل ابيض من الدكتور نور اسامه استشاري تعديل السلوك. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. وكمان طبعا ضيوفي الجمال اللي يعني هنعرف كمان عندهم اهداف كتير جدا، ومش بس كده لا هم بيدوا كمان محاضرات. ساره مجدي صح كده؟ اهلا بيك يا ساره. وكمان مروان احمد، ازيك يا مروان؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ الحمد لله. طبعا انا عندي ليا كلام كتير جدا معاك، ويمكن تحديدا معاك انت عشان انا ابني تقريبا في نفس سنك، فاتمنى يكون بيتفرج عليا دلوقتي يستفيد منك يا مروان. طيب ابدا بيك يا دكتور. يمكن في الانترو قلت احنا بنسال سؤال دايم لاولادنا، نفسك تطلع ايه؟ مثلا يقول لك انا نفسي اطلع مهندس، لا انا ابقى مصممه ادخل في دماغه لا انا عايزاك تطلع دكتور عشان انا دكتوره وبابايا دكتور ومامتي دكتوره، فالعيله كلها عايزاها ايه؟ الـ يعني الموضوع يمتد كمان للاجيال اللي بعد كده. ازاي اخلي ولادنا او يعني ابنائنا يبقى عندهم هدف في حياتهم، مش بس كده لا ان هم كمان يفضلوا ورا الهدف ده لغايه كمان لما يحققوه؟ طب حلو قوي، نمسك اول نقطه ازاي اصلا يبقى عنده هدف. عن طريق حاجه مهمه قوي، كاركتر بيلدينج، بناء شخصيه ابني. اوكي. احنا دايما ناس كتير قوي ابهات وامهات بتكون شايفه ان ولادها مؤدبين قوي وهم بيسمعوا الكلام ما لهمش اختيارات، فبنطلع اوقات اجيال من اطفال ما لهمش اصلا راي، مش عارفين يعبروا عن مشاعرهم عن جواهم وعايزين ايه. احتقادا من هو ده الاحترام. اهم حاجه ان احنا نبدا الاول نبني ثقه عند ابني. ازاي نبني؟ ده من سن كام يا دكتور؟ ده من السن ممكن نتكلم مثلا من 3 سنين. ياه. طبعا صغير. من 3 سنين دي يعني احنا المفروض ايه الحاجات اللي نحصن ولادنا ان هم ما نلاقيش ثقتهم بنفسهم قليله او انطوائيين او خايفين يكونوا اجتماعيين. واحد، الشجار بين الاب والام قدام الاولاد ده بيلعب على خلل في منطقه الامان عند الابن، فبيحس بعدم الامان عند الاب والام. فكره الاهمال، احساس الابن لو مهمل، اجباره على حاجات من غير يعني اقدم له بدايل، يعني اجبره اعمل كذا من غير ما اقعد اتكلم معاه، دي مهمه قوي، دي خطر جدا. الحاجات اللي بسميها كلمات قد تدمر اولادنا، زي انت غبي، انت متخلف، او الازاء البدني. دي كلنا الحقيقه بنقولها، انت متخلف، انت ما تفهمش، انت حمار، يعني الكلام ده فعلا غلط. طبعا. وان انا اجبره مثلا على روح يا حبيبي بوس عمه، روح يا حبيبي احضن عمه. انا ما ينفعش اجبر ابني تماما، ده لو انا عايز ابدا احصن ابني والاقي عنده ثقه بنفسه. ابدا احمله مسؤوليه من هو صغير، يبدا 3 سنين اقول له تعالى نساعد بعض، نروق سريرك، تعالى مع بعض نعمل اكل، حتى لو نمسك كوبايه. هو عارف ان هو متحمل مسؤوليه. هي المشكله اقول له النهارده انت متحمل مسؤوليه البيت يوم السبت، او انت يوم الاحد متحمل مسؤوليه البيت. لازم يعرف اللي هو ليه كيان. دي اول بدايه. تاني بدايه لازم اعلمه حاجه اسمها الدافع. لازم يكون الدافع ده مش الاجبار، الدافع ده من جواه. يبقى هو اللي عايز الموضوع. بالظبط يعني. طيب دكتور احنا هنكمل طبعا لسه حوارنا مع حضرتك ومع مروان ومع ساره، لكن نطلع الفصل ونرجع لكم تاني. طبعا لسه مكملين مع حضراتكم حوارنا عن عايز تكون ايه لما تكبر، لكن خلونا نطلع الفصل ونرجع نكمل حوارنا. حضراتكم مرة تانية، ويمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ولادنا وعن أهدافهم في الحياة، ونعرف إزاي ولادنا عندهم هدف إيه، مش بس كده لا هما كمان يشتغلوا عليه عشان يحققوه. مرة تانية برحب بضيوفي اللي منوريني في الاستوديو، دكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك، أهلا بيك يا دكتور مرة تانية. كمان سارة مجدي، أهلا بيك يا سارة. ومروان أحمد، أهلا بيك يا مروان. سارة، السؤال التقليدي اللي اي ام اكيد مامتك وباباكي بيسالوه لك، انت نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ هل لما بيسالوكي السؤال ده هم بيوجهوكي في اتجاه معين، ولا انت قلتي فعلا اللي انت نفسك فيه وتشتغلي عليه دلوقتي؟ لا ابدا، هم دايما صوتك بقى. لا هم دايما يسالوني انت عايزه تبقي ايه، من غير ما يوجهوني لحاجه معينه. وكمان هم يعني بيحرصوا قوي ان هم يشوفوا انا اتجاهاتي ايه، يعني بحب ارسم، بحب الماث، بحب الساينس، بحب ايه، ويقولوا لي الحاجات اللي قدامي ممكن او
يحاولوا يشوفوا انا اتجاهاتي فين. انت نفسك تكوني ايه لما تكبري؟ رسامه. رسام ترسمي حلو بجد؟ اه لا، وكمان انا عارفه يعني سارة ده موهبه الغنى كمان، بتغني. طب ليه ما قلتيش مثلا ايه انا عايزه اطلع مغنيه، ولا عشان لاقيه ان مثلا هما ممكن يرفضوا الكارير او المجال ده؟ لا لا لا، هما مش ممكن يرفضوا، بس انا عايزه الكارير بتاعي يبقى رسم، يعني عايزه اسافر واشوف اللوحه الثانيه ومعارض بقى وعالميه. طب والله هايل. طب دي حاجه جنب الحاجات دي ابقى غنى برضو، يعني ممكن اروح اغني في اوبرا. اه انت سبع صنايع بقى، بس ضغطي مش ضايع خالص. ربنا يكرمك يا ساره ان شاء الله. مروان برضو نفس السؤال، انت نفسك تبقى ايه لما تكبر، وبتشتغل على نفسك ازاي علشان فعلا تحقق اللي انت عايزه؟ انا نفسي اطلع مهندس بترول، وبشتغل على نفسي دلوقتي، يعني مثلا احط قدامي تارجت نتيجه السنه دي اجيب مثلا مجموع هندسه بترول. اشتغل على نفسي. سنه كام؟ تانية اعدادي. وانت يا ساره ثالثه اعدادي تقريبا صح؟ لا انا اولى ثانوي. اولى ثانوي. اه اوكي. طيب اتفضل يا مروان. بس بشتغل بذاكر ماث ساينس، المواد اللي تدخلني علمي او علمي رياضي بالذات. بحط تارجت قدامي المجموع، ما جبتوش ممكن اشوف ايه الغلط اللي انا قصرت فيه كده، احاول اشتغل على نفسي اكتر. باباك ومامتك بيساعدوك؟ يعني بيقول لك مثلا يعني انت مهندس بترول طبعا دي حاجه حلوه جدا، فلوسها كمان حلوه جدا على فكره يعني. لكن دايما لما بنشوف اللي يعني انا يا طيار يا دكتور يا مهندس يا ضابط، فكره مهندس بترول دي مهنه مش كل اللي في سنكم كمان عارفينها، فانت برضو اشمعنى اخترت المهنه دي؟ هل باباك مهندس بترول؟ لا انا بابايا ضابط، بس انا يعني عموما من انا صغير بحب الماث جدا، وبعدين شفت ان هندسه بترول حاجه مش مشهوره وحاجه يعني ترسم على تقيل يا مروان، فلوس وبتاع وسفر بره وعامل، انت عايز تعمل شغل عالي قوي. لا طبعا ربنا يكرمك ويوفقك ان شاء الله. طيب دكتور ارجع لحضرتك مره ثانيه، ويمكن هو ده يمكن هدف فقرتنا النهارده. مثلا مروان قال لك انا عايز اطلع مهندس بترول، بابا ظابط، بنلاقي كتير بيعملوا كده، لا انت هتطلع ظابط، لا انت هتدخل حقوق، انت هتطلع محامي، انت يعني عايزين يبقوا في نفس الكارير بتاعهم. دور الاهل بقى، انا كأم او كأب، ازاي حضرتك من خلال المحاضرات اللي حضرتك بتعملها بتغير اتجاه الاهالي، مش الاولاد، بتغير اتجاه الاهالي ازاي؟ اول حاجه بنتكلم على كل حاجه عن المزايا والعيوب، يعني بنقول مثلا احنا طريقتنا ان احنا بنجبر ولادنا على كل حاجه. طيب اوكي، عيب اللي انا اكبر ابني، واحد انا ابني هيكون طفل عنيد بعد كده متمرد، بعد كده طفل ملوش شخصيه، هو مش عارف يتكلم عن نفسه اصلا. طيب ايه البديل؟ البديل دايما ان احنا لازم يبقى في حاجه اسمها فن الحوار. فن الحوار لازم نقعد مع اولادنا يوميا لمده لا تقل عن نص ساعه، مش نقعد معاهم كنا نسمع راديو، نقعد معاهم نبص لهم في عينيهم نحضنهم، نعرف يومهم كان ماشي ازاي، عشان لو اي سلوك غلط لازم نبدا نعدله. بعد كده نبدا المرحله الثانيه اللي احنا نبدا نلاقي بدائل، يعني ابني بيحب مثلا الجمباز وعايز يخش سباحه، لازم البدائل هو يجرب الاثنين، مش هقول له لا انا عايز كذا، لا لو انت حابب انت كاب وام حابين ابنك يبقى حاجه بلاش تجبرها عليه، خليه يمشي في مجالين، مجال اللي هو بيحبه ومجال اللي انت عايزه، هو في الاخر هيختار. عايز تعمل ايه كمان؟ ابدا العب على اسلوب المكافاه، يعني قول له لو انت كنت كويس في اللي انت كنت عايزه او الحاجتين دول انا هديك مكافاه فلانيه. فكره الثواب والعقاب. مزبوط. يعني يبقى طب وده ينفع مع كل الاعمار، ولا بنيجي عند سن معين اللي هو المراهقه بيبقى خلاص بيبقى في اسلوب تاني في التعامل او في التربيه؟ بص احنا بنبدا صغيرين شويه، حاجه اسمها صندوق الهدايا، ده لحد مثلا 12 سنه. بنبدا صندوق الهدايا ده لو انت مثلا حطيت كنت بس محدد سلوك، مثلا كنت الاسبوع ده كنت كويس في المدرسه، انت كنت كويس في التعامل مع اصحابك، ما كنتش بتضرب حد، ما كنتش بتشتم حد، لازم نحدد اللي احنا عايزينه بالظبط، انا هجيب لك الهديه الفلانيه بس اخر اسبوع، مش فور السلوك الصح، عشان دي اسمها رشوه. يعني لو ابني كل يوم ما اشتمش هديله هديه دي اسمها رشوه. لا هو الطبيعي ان احنا ما نشتمش، يعني الطبيعي ان احنا مظبوط، ده الطبيعي على فكره. انا بس عشان احفزه اقول له برافو انت الاسبوع ده، فاجيب له هديه اخر اسبوع حاجه بسيطه، عشان بعد كده لو جبت هدايا حاجات ضخمه ممكن او خاصه بالفلوس توصل بعد كده طفلي اناني ومش حاسس بالرضا، علشان كل مكافاتي كلها عباره عن فلوس. طيب انا برضو هي يمكن ده اللي انا هقوله ده مش موضوع فقرتنا النهارده، بس دي انا نفسي بقع فيها كتير جدا. ابني يعمل حاجه غلط فاقول له طب والله ما انا مثلا مخرجاك النهارده او مخرجاك في الويك اند، يجي الويك اند بكون نسيت وعايزه اريح دماغي، يلا اخرج يا حبيبي. اعمل ايه يعني المفروض انا كأم او كأب
اعمل ايه؟ يعني هل اختار فعلا عقاب هقدر عليه ولا خلاص بقى مش مشكله ما هو بقى كويس واعتذر لي فخلاص ينزل يخرج؟ بصي خلينا نقول ايه، لو السلوك اتكرر مره واحده لازم نقعد معاه. اوكي، ما نعاقوش بعد اول مره، نقول له السلوك اللي انت عملته ده غلط، وغلط ليه. ممكن كمان يقعد يكتب غلط اللي انت مسك كذا غلط كذا. فلازم نقعد ابننا دايما نقعد نتكلم معاه فعلا الحوار، ويقعد ايه العيوب عشان يكتب، عشان العقل الباطن عنده يفتكر هو كتب ايه العيوب الموقف اللي هو عمله. واحد، ونقول له لو انت كررت نفس السلوك مره ثانيه انا مش هتكلم معاك. المشكله اللي احنا ما ينفعش ناجل العقاب لحد اخر اسبوع، دي مشكله. هو يكون نسي اصلا، لازم العقاب يكون في الحال بعد فور على طول المشكله اللي حصلت. يعني لما بيقول لي مثلا ابني في النادي او في اي في خروجه عمل حاجه، اخده في الاوضه اقول له من فضلك ده غلط عشان ما يكرروش. طب لو كرروا هاخده وامشي في الحال. لازم العقاب يكون فور الموضوع، عشان مثلا اخر اسبوع هو نسي اصلا هو عمل ايه. ده حقيقي فعلا. والعقاب تدريجي، ما ينفعش اقول له حرمان، لا. اول مش هتكلم معاك لمده مثلا 4 ساعات، بعد كده 5 ساعات، بعد كده اليوم كله. مع الحفاظ على انا اجيب لك الحاجات، انا امك يعني، انت عايز اي حاجه اكل انا موجوده. بس انا مش هتكلم معاك، انا مدائم. العقاب اللي بعده ابدا يعني موضوع الكلام اكتره شويه. طب مفيش نتيجه، ابدا احرمه من حاجه بيحبها زي التابلت زي الموبايل. دي خطوات. طب لو هو ما فرقش معاه، يعني في اولاد بيبقوا عناديين جدا جدا. حلو، ما تكلمنيش براحتك. طيب يبقى قاعد هو كده بالعكس، ده هو يبقى مبسوط، يلا خليها تحل عن نفوخي شويه. طب انا اقول لك ايه الاسباب اللي خلي ابني عنيد. الاوامر المتتاليه على طول، اسلوب مفيش لو سمحت ممكن، لا على طول اوامر. وخصوصا لو كانت الاوامر متتاليه، مفيش مش مديله اختيارات. الزعيق دايما المستمر او التهديد، انا هديده انت عملت كذا انا هعمل لك كذا، طب خلاص اعملي كذا. او الاختلاف في المعامله بين الاب وبين الام، فده بيعمل عنده مشكله كبيره طبعا. او احساس الابن ان انا مش محترم رغبته، ما هو اوقات بيحصل ان هو مش محترمه. او النقد الدايم، انا دايما بنقده انت كذا، عشان دايما بنقول لو احنا ننقد اولادنا لازم نقول مزايا، كل مزايا كويسه فيه، في اخر اقول له النقطه الوحشه المشكله اللي عملها. والمقارنه يا دكتور، انا ما ينفعش برضه اقعد اقارنه بزمايله او باخواته او باولاد عمه او باولاد خاله. فلان كذا، طب ما انا اشوف مش عارفه مين عمل ايه، وشوف مين جاب درجات ايه. انا من خلال يعني يمكن طبعا حضرتك يعني اقدر مني في الحته دي، بس انا من خلال تجربتي الشخصيه شايفه ان ده مرفوض تماما، ويعني حاجه فشل ذريع يعني. صح، ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل حاجه اسمها نقص تحصيل الدراسه. بيلاقي ابني بعد كده بيتدهور في الدراسه، بيتدهور في الشخصيه، هيكون اكثر انطوائيه، عشان احنا دايما كلنا كل واحد فينا عنده قدرات لا حدود لها، بس احنا اشخاص مختلفين. اكيد. تاني حاجه بيجي حاجه اسمها الكذب الانتقامي. الكذب الانتقامي هو الاطفال او الشباب اللي بيكذبوا، يعني مثلا بكذب اقول لاخويا عمل حاجه غلط، هو ما عملش، بس عشان في الاخر ما هو تنتقم منه او تعاقبه. ففي الاخر بلاقي حاجه اسمها غيره بقى، بلاقي طفل حقود. لا بنطلع بقى في حاجات تانية كتير. كل ده عشان انا قارنت. طيب خليني ارجع لساره، وانت قلتي انت نفسك ان شاء الله تطلعي رسامه. اهلك بيشجعوكي ازاي؟ يعني مامتك هل مثلا بتقعد تجيب لك في رسومات، بتطلعي حاجات من على الانترنت؟ باباكي بيساعدك ازاي؟ مامتي وبابايا دايما يجيبوا لي الوان، يقولوا لي مثلا افتحي شوفي بتترسم ازاي. بعد ما ارسم رسمه اروح لهم. ماما وبابا بيرسموا كويس حلو يعني ولا بابا لا؟ بابايا كان بيعرف يرسم. اوكي. وبعدين بيشجعوكي بقى يعني بيجيبوا لك الالوان وانت بتقعدي ترسمي وقت الدراسه ولا وقت بس الفراغ؟ اوقات الفراغ. لا، لو انا في وقت الدراسه ومش قادره مثلا اكمل مذاكره او زهقت، بقول لهم مثلا انا هاخد شويه بريك ارسم رسمه او حاجه، بيبقوا يعني مش بيقولوا لي مثلا لا اقعدي كملي مذاكره الاول، لا بيقولوا لي طب براحتك ارسمي. بعد كده اروح اوريهم الرسمه بتعجبهم، يقولوا لي طب دي مش عارفه ايه، شوفي على بتترسم ازاي عشان تعمليها يعني حاجه حلوه. واقفين في ظهرك يعني، بيبقوا سبورت ليك يعني. طيب مروان، طبعا احنا يا جماعه معانا يعني مروان وساره جيل، واحنا جيل او انا جيل والدكتور جيل تاني خالص، فانا حابه القعده اللي هو فيه تفاوت كده في الاجيال. خليني افترض معاك انت مثلا حابب تعمل حاجه معينه او تدرس حاجه معينه، وباباك ومامتك قالوا لك مروان لا الموضوع ده مقفول ومش هينفع ومش حلو ليك، وعايزين يعني باباك عايزك تطلع حاجه تانيه خالص، انت بقى كمروان هتتصرف ازاي وهتعمل ايه معاهم؟ هتقنعهم ولا لا، وهتعاند ولا هتعمل ايه؟ يعني هو عموما على حسب الحاجه لو مثلا هم شايفينها غلط وانا شايفها صح. ما اكيد رؤيتهم غير رؤيتي، لان هم اكبر مني، خبرتهم اوسع. انا خبرتي ليه يعني مثلا انا عندي 13 سنه هم عندهم قد عمري مرتين عاشوا. انا عايز اقول لك حاجه بس ثانيه، انا الكلام ده بحب قوي اسمعه، بس بجد
يعني يا ريت يا مامة مروان او بابا لو انتوا سمعنا كلمونا دلوقتي، هل الكلام ده برضو هل انت عشان الكاميرا وبتاع، ولا انت بجد بتتعامل كده معاهم في البيت؟ لا يعني مثلا انا ممكن اناقشهم، ممكن يسيبوني اخد التجربه وبعدين الاخطاء مثلا اتحملها لو كانت العقوبه خفيفه. يعني مثلا مش هروح اخرج مع اصحابي الساعه 12 بالليل، ممكن يحصل لي حاجه اكيد، لكن لو الساعه 9 هرجع 10 العقوبه خفيفه ممكن يسيبوني اجرب بنفسي اشوف العقوبه، بعدين يرجعوا يقولوا لي انا قلت لك لا ما ينفعش ما، وبعدين انا ما بعملش كده تاني. لكن لو كان خلاص. طب والعقاب بيعجبوك ازاي بقى؟ مثلا على حسب، ممكن تمرين العقاب ممكن يكون يحرموك من التمرين، يحرموك من الحاجه اللي انت بتحبها ممكن. طيب ارجع تاني للحركه يا دكتور، وانت حضرتك بتدي محاضرات وحاجات فيما يخص طبعا تعديل سلوكيات الاطفال، بتجيب الاهل كمان مع الاولاد، ولا بيبقوا الاولاد بس لوحدهم، ولا انتوا بيبقوا المحاضره دول مع دول؟ وانا شايف ان عناصر تشكيل السلوك دايما بيكون الاب والام بيتعاملوا مع الاطفال والاطفال والشباب نفسه. فبنعمل ايه؟ بنروح احنا كلنا كجروب، بروح اللي احنا بنتكلم مع الاب والام ازاي يتعاملوا مع اولادهم كنوع من انواع التطعيم قبل ما ابني يحصل له مشكله او اضطراب سلوكي، ازاي ممكن طرق التعامل صحيحه. وبنتكلم الاطفال والشباب فكره بناء الشخصيه، ازاي يكون عندي شخصيه، ازاي اعبر عن رايي، ازاي يكون عندي سلوكيات صح، ازاي ممكن انشر القيم، وازاي انا اكون ابدا بنفسي. يعني ما اقولوش اصل استنى المجتمع يتغير، لا ابدا انت بالمجتمع. انا شايف ان بناء الثقه بالنفس هي اهم حاجه، علشان اكتر من 99% من المشاكل السلوكيه اللي بتحصل لاولادنا اللي هم ما عرفوش يعبروا عن نفسهم، ما عندهمش ثقه بنفسهم. طيب خليني اسالك برضو يا دكتور سؤال تاني، ويمكن احنا زي ما قلت احنا اجيال مختلفه. انا مثلا مع جيل بابايا ومامتي في حاجات مش هم طبعا بيبقوا بنسبه 99% هما فعلا كانوا صح في كل الحاجات، لكن الواحد في المية ده ممكن اكون انا عندي حق في حاجه معينه بس انا مش عارفه اوصلها لهم، مش عارفه اقولها لهم ازاي. فخلينا برضو ما نجيش على الولاد قوي، فنعكس الموضوع ازاي الولاد لو هما فعلا مقتنعين بفكر معين وهم شايفين ان هو صح وهو صح، بس انا كأم ببقى خايفه. يعني مثلا ابني عايز يطلع رحله، ده انا بديك مثال بسيط، انا خايفه على ابني جدا وعندي فوبيا من الرحلات ومش عارفه ايه، وهو صح ان هو يطلع، ازاي الاولاد يقنعوا اهاليهم بالحاجه اللي هم مقتنعين فعلا بيها وتكون طبعا صح او هم على حق؟ يعني بص، اول حاجه لازم يختاروا الوقت المناسب والتوقيت المناسب. دايما كنت بقولها، كان في حلقات بقولها للبنات، لازم نختار الوقت المناسب اللي احنا نتكلم مع مامتنا، لازم نتكلم مع العنصر اللي انا فيه فن حوار معاه او بيتكلم معايا زي ماما، اختار وقت مناسب اللي هي تكون قاعده فاضيه فيه وممكن تسمعني، وابدا اعرض الموضوع لو سمحت ممكن، وابدا احط لماما مزايا انا اروح والعيوب اللي انا اروح، اوكي، واحاول اكتر المزايا بتاعتي عشان اديها الورقه. فايه هتبدا تشوف ايه المزايا اللي هي مش شايفاها من وجهه نظرها، يعني ابدا احط المزايا من وجهه نظري كطفل او كشاب، وابدا احط العيوب اللي هو شايفاها. فماما هتلاقي لو اخترت الوقت المناسب هتبدا يعني اسمعني وما نقعدش نزن بالظبط. يعني انا بديكم مفاتيح عشان لما تبدا اقول لو سمحت ممكن، تبدا ماما تسمعني عشان فن الحوار، لو سمحت ممكن تبسط قوي. بعد كده ابدا اكتب المميزات والعيوب، هيبدا تفكر. ما بقى احط تارجت، طب ماما اسيبك يوم تفكري، طب ماما اسيبك يومين تفكري. طيب دي حاجه حلوه جدا وحاجه محترمه جدا، وانا يمكن زي ما قلت لكم اديتكم المفاتيح علشان واديت لكل الاولاد يعني المفاتيح ان هم يدخلوا لاهاليهم، لكن ايه لا انا عايز ومش عارفه ايه ومش هذاكر عنك مذاكرت على فكره، انت اللي يعني انت اللي بيضايق نفسه او اللي بينفع على نفسه. انا بشكركم ونورتوني وشرفتوني دكتور نور. احنا لازم يبقى في حلقات بجد، لان ده موضوع مهم جدا، احنا عن تعديل سلوكيات اولادنا، ازاي احنا ازاي نتعامل مع اولادنا واولادنا كمان ازاي يتعاملوا معانا. بشكركم شكرا جزيلا دكتور نور اسامه استشاري تعديل السلوك، بشكرك يا دكتور نورت. كمان ساره مجدي بشكرك يا ساره نورتي، او الرسامه بقى ساره بشكرك يا ساره. باشمهندس مروان محمد بشكرك يا مروان ونورتنا وشرفتنا. طيب احنا طبعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في عسل ابيض، هنطلع لفاصل ونرجع تاني. احنا خلاص ما عندناش فقرات تانية، خلاص حلقتنا خلاص خلصت النهارده. يا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم، بكره يوم جديد وحلقه جديده وحلقه الويك اند بقى بكره، وعسل ابيض. باي باي.